وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ سؤال كبير. إذا قام علينا حاكم يسألنا حقه ويطلب حقه ويمنعنا حقنا، ما قال بعض حقنا، ويمنعنا حقنا، فما تأمرنا؟ إذا وجد هذا ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام الرجل مرة أخرى فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قام الثالثة فسأل نفس السؤال. قال العلماء: إنما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلتفت الناس إلى ما يقول، وذلك لعظيم ما سأل وعظيم الجواب عن هذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. أدوا إليهم حقهم واسمعوا وأطيعوا، وإن منعوكم حقكم، وهذا لن يضيع، فإنهم قد حملوا حقوقكم وسيسألون عنها بين يدي الله عز وجل، لكن تقصيرهم لا يعطيكم الحق في الخروج عليهم وفي نزع اليد من الطاعة وفي عدم إعطائهم حقوقهم.